إلى الحدود الأوكرانية البولندية مع مراسلنا من هناك معاذ حامد ليضعنا في آخر المستجدات في لناحية وصول اللاجئين وتوافد الأعداد بكثرة على ما يبدو. تفضل معاذ، إليك. نعم، في الحقيقة يعني وجدنا صعوبة كبيرة بالوصول إلى هذه النقطة التي يعني الآن الحدود تبعد عنا ما يقارب من 200 إلى 300 متر فقط. هنالك اكتظاظ شديد، هنالك ازدحام في السيارات بشكل كبير. غالبية هذه السيارات تقوم بنقل اللاجئين إلى مناطق داخل بولندا. قالت السلطات أنه أكثر من 100,000 لاجئ أوكراني وصلوا إلى بولندا حتى ساعات صباح هذا اليوم. أكثر من 29,000 لاجئ وصل إلى معبر ميدياك الذي نحن نتواجد به. المشكلة هنا أن هنالك الاتصالات متذبذبة وتتقطع بشكل كبير، إضافة إلى أن محطات الوقود نفدت في هذه المنطقة، وبالتالي يجب على الناس الذين يريدون أن يقوموا بتعبئة الوقود بالذهاب إلى مناطق أخرى. شاهدنا عددا كبيرا من العائلات تقوم بإخلاء أطفالها، نساء كبار في السن. هؤلاء نحن الآن نقف في هذه المنطقة التي المواطنون الأوكران الذين لا يمتلكون سيارات يأتون على الأقدام. في الجانب الآخر من المنطقة وهو الشارع الرئيسي، قامت السلطات البولندية بإغلاق الحدود من طرفها، أي أنه لا يسمح لأي سيارة بالدخول من بولندا إلى أوكرانيا، بينما يسمح فقط من السكان الأوكران أو الذين يتم إخلاءهم من أوكرانيا بالدخول إلى بولندا. الآن هنالك ازدحام مروري شديد جدا على جانبي الحدود، ولكن بالتحديد في المناطق الأوكرانية، حيث نحن نشاهد أن هذا الازدحام يمتد إلى أكثر من 30 كيلو متر وهو يزداد مع زيادة الساعات. إذن نحن نتحدث عن ازدياد أعداد اللاجئين الواصلين هنا في هذه البلدة. قامت السلطات بافتتاح المدرسة الرئيسية لاستقبال أعداد اللاجئين، لكن يعني لا يمكن استيعاب جميع اللاجئين في هذه المدرسة، لذلك تم افتتاح مزيد من المدارس على طول الحدود، حيث تقوم قوات الطوارئ البولندية بتوزيع اللاجئين الذين ليس لديهم أي سيارات. يعني أيضا كذلك أفاد بعض الصحفيين أن هنالك عدد من القطارات في أوكرانيا خرجت تحمل على متنها أعدادا كبيرة من اللاجئين، ومن المتوقع وصولها إلى معبر ميدياك خلال الساعات القليلة القادمة. إذا نحن نتحدث عن عملية في بداياتها لوصول أعداد اللاجئين. مثلا على الشارع الرئيسي الذي يقع في الجهة الأخرى، عند قدومنا إلى هذه المنطقة شاهدنا أعدادا كبيرة من السيارات التي تحمل النمر الأوكرانية، أي أنها قطعت الحدود والآن أصبحت داخل هذه المنطقة. فيما عاد ذلك، هذه السيارات التي تقف هنا هي سيارات تأتي لنقل اللاجئين، من الممكن أن تكون سيارات خاصة، من الممكن أن تكون سيارات للنقل العام، أو أيضا هنالك عدد كبير من السائقين الذين يعملون لحسابهم الخاص في نقل اللاجئين. إليك نجلاء. نعم معاذ، يعني وأنت تتحدث عن وجهة هؤلاء اللاجئين أشرت إلى المراكز التي فتحت أو ستفتح داخل الأراضي البولندية، ولكن هل يعني هناك صورة واضحة إذا كانت الوجهة النهائية هي فقط بولندا، أم عبر بولندا هناك ربما بعض اللاجئين يريدون التوجه إلى أماكن أخرى؟ لأن كما ذكرت واضح أن في النهاية اللاجئ يعني كل منه يقرر وجهته حسب القدرات المادية لديه، كما ذكر بعضهم بسياراتهم، بعضهم استقلوا القطارات، وبعضهم ربما لا يملك أي إمكانية للخروج من المدينة التي يعتقد أنها ستكون مستهدفة أو هي في خطر أصلا. نعم، يعني في الحقيقة للإجابة على هذا السؤال يجب أن نفهم نوعا ما طبيعة العلاقة التاريخية بين أوكرانيا وبولندا، حيث أن الأوكران هم معفيون من تأشيرة فيزا الشنغن، يستطيعون الدخول إلى بولندا وقتما شاءوا. لذلك هنالك عدد كبير من العمال الأوكران يعملون في داخل بولندا، وهنالك علاقات لهم مع بولندا، و عندما ينهون العمل يعودون مرة أخرى إلى أوكرانيا. لذلك لدى كثير من هؤلاء لديهم علاقات واسعة هنا في أوكرانيا، إضافة إلى وجود جالية أوكرانية كبيرة موجودة هنا في بولندا. لذلك يعني من المتوقع أن يبقى عدد كبير من هؤلاء في داخل بولندا، إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم في مساعدة بولندا للاعتناء بهؤلاء اللاجئين. بالمقابل هنالك يعني تخوفات من دخول بعض
بعض الناس على الحدود، من الممكن أن لا يكونوا أوكرانيين. سمعنا بعض الإشاعات أن هنالك من الممكن يكون مرتزقة، قد ينفذون عمليات اغتيال، لكن ذلك من الممكن أن يأتي في إطار يعني الكثير من الشائعات التي يتم إطلاقها في المنطقة. حتى الآن غالبية هؤلاء لم يصرحوا أنهم سيذهبون خارج بولندا، بل هم يأتون إلى بولندا ويتوزعون على المناطق البولندية المختلفة. نعم نجلاء، أشكرك جزيلا. من الحدود الأوكرانية البولندية مراسلنا من هناك معاذ حامد.